على وقع الاحتجاج والغضب كان أول يوم بعد العطلة بابتدائية فيز 2 ببرج الكفان بالعاصمة، حيث قام الأولياء والتلاميذ بقطع حركة نقل الترامواي بسبب الخطر الذي يشكله على حياة التلاميذ. هاي لا بارير وراي، شوفي لا بارير ما كاش. الطفل عندما يكون في القسم 4 ساعات هذاك الضيق وعلى باك والشدة تاع الدرس، عندما يخرج اختي من القسم واش يصرى له؟ بحال الكلب تطلقه يجري ديريكت. معينا هنا نشدوا الاطفال هنايا منا الدرك يعيط حبس اجبد ادري يقدر انا مده سامي من نهار داروا طرام وحنا هكذا كي يخرجوا المسيد هذا يكونوا جايزين على الطرام بالك يقيسهم. خطر الترامواي زادته الظروف المزريه التي يتمدرس فيها التلاميذ، وضع حمله الاولياء للمسؤول الاول عن البلديه بعد ان تمت مراسلته لعده مرات لايجاد حل للوضع، لكن لا حياه لمن تنادي. هدرنا لهم السلطات، هدرنا للاميري، هدرنا للسيق الدور هذا تاعهم، هدرنا لهم كاع، هدرنا لهم بشكون ممثل تاع الولايه كذا، ما كان والو، كانك لن تنادي، لا حياه لمن تنادي. تهضري مع انسان ما عندوش ضمير. دوكا نشكروا جمعيه الاولياء التلاميذ كي وقفت معنا في هذه المحنه، باسكو دوكا رانا في حاله تدهور بزاف داخل المسجد، بيبان مشي سكمين والمطعم يسيح منه بزاف الماء، ما نقدرش يفش دوكا ناكلو هو يسيح علينا، والاقسام طاولات بزاف مكسرين، والاقسام يدخلهم تاني بزاف الماء في الشتاء. والطرامواي كي نجوزو دوكا نخافو نقطعو ويتحسنا بعد الشر. في وقت تسارع فيه وزيرة التربية الوطنية الزمن لامتصاص غضب الأساتذة وعمال القطاع، تجد نفسها مرة أخرى أمام امتحان آخر بمواجهة غضب الأولياء.